بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا بدأنا في الدرس الماضي في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. طيب نعيد ما ذكرنا في هذا الباب ونكمل إن شاء الله. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. قلنا بالأمس أن الاستسقاء أي طلب السقيا، طلب السقيا، والسين والتاء لما تدخل على المصدر تفيد الايه؟ ليه الاستغفار، استغفر يعني طلب المغفرة. والأنواء جمع نوء وهي منازل القمر. قال الشارح قال أبو السعدات وهي 28 منزلة ينزل القمر كل ليلة منزلة منها. ومنه قوله تعالى والقمر قدرناه منازل. يسقط في الغرب كل ثلاثة عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق، فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. هذه هي منازل القمر التي يعني يستسقى أو يستسقي بها من كفر بالله عز وجل أو من ضعف إيمانه ووقع في الشرك الأصغر على نحو الذي سنذكره إن شاء الله. الاستسقاء نفسه طلب السقي، والأصل طلب السقي أن يكون من يعني الطلب، هذا الطلب يكون ممن بيده الملك كله، من إليه يرجع الأمر كله، من بيده مقاليد السماوات والأرض، من الخير كل خير بين يديه. فالأصل أن يستسقي العبد المطر من الله عز وجل، ده الأصل، وهذا الذي كان يفعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والصالحون من بعدهم. لذلك سنة لنا رسول الله صلاة الاستسقاء، ويكون طبعا نحن نستعلمونه من الفقه فيها تضرع وخضوع وخشوع وبكاء وإظهار الحاجة وصدق اللجوء في الدعاء إلى الله عز وجل. جميل. وكلما صدق العبد في استسقائه لله عز وجل الله عز وجل يجيب دعوته ويرفع الكرب. لكن هناك من يخالف هذا الأمر ويستسقي بغير الله عز وجل فيقع في الشرك، وهذا على تفصيل ذكرناه بالأمس. هناك شرك أكبر، هناك شرك أكبر وشرك أصغر. متى يكون الاستسقاء بأنواع شرك أكبر؟ ها قلنا امبارح، ها لا ها قلنا واحد إذا طلبا صريحا من النجوم أو الأنواء أن تنزل له المطر، وهذا دعاء غير الله عز وجل. قال تعالى
لا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وهذا شرك بالله العظيم، كفر أكبر، لأنه دعا غير الله عز وجل، أو لا يطلب صراحة من الأنواع، ما يقولش مثلا يا نجم كذا افعل وأنزل وينوت كذا أسقطي، لا، إنما ينسب نزول المطر إليها صراحة على أنها مؤثر بذاتها، ينسب إليها نزول المطر على أنها هي الفاعل أو الذي لها دور التأثير في إنزال هذا المطر، وهذا أيضا كفر بالله العظيم، كفر أكبر. طب متى يكون شرك أصغر؟ يكون شركا أصغر إذا اعتقد أن المطر ينزل برحمة الله، وأن الله عز وجل هو الذي ينزل هذا المطر، إلا أنه ظن أن الأنواء سبب في نزول المطر. ومر كان ده مر كذا مرة علينا بكذا كذا درس، إن السبب دوت عشان يكون سبب صحيح معتبر لابد أن يكون إما سبب شرعي أو سبب قدري حسي. سبب شرعي يعني الشارع نص عليه صراحة، زي ما قلنا الرقى الشرعية في العلاج من الايه من السحر والحسد وغيره، هذا سبب شرعي، قراءة الفاتحة على الايه على المسحور مثلا او اللذيذ او سبب قدري حسي، سبب التجربة والحس ان هذا له علاقة بذلك، كاستخدام الأدوية في إزالة الأمراض، العسل في شفاء مثلا مرض البطن، استطلاق البطن، الحبة السوداء بطرق معينة لعلاج أمراض معينة، ده سبب قدري معروف بالحس والتجربة. طب إيه علاقة نوء كذا بنزول المطر؟ لا علاقة أبدا، لا شرعي، لا سبب شرعي ولا سبب حسي قدري. فذلك العلماء جعلوا هذا الاعتقاد شركا أصغر. ليه شرك أصغر؟ إنه يفتح العبد باب الشرك الأكبر، يفتح العبد أنه يظن أن هذه الأنواء لها فاعلية، لها تأثير، لها قدرة على إنزال المطر، وهذا شرك أكبر في حد ذاته، فضلا عن دعاء الأنواء فيما بعد. ماشي كلام؟ باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. العلماء فسروا هذه الآية على قولين، وكلا القولين يعني الآية تحتملهما، وبالتالي طالما أن الآية تحتمل قولا أكثر من قول ولا تعارض بين الأقوال، فتفسير الآية يجوز حمله على كل الأقوال، هذه قاعدة في التفسيرية، يعني إذا كان في أكثر من قول لتفسير الآية وكل واحد من هذه الأقوال لا يتعارض مع الآخر، لا يتعارض مع الآخر، إذن الآية تحتمل كل هذه المعاني، تحتمل كل هذه المعاني. فالعلماء يقولون أن هذه الآية نزلت في سياق مدح كتاب الله عز وجل، القرآن الكريم الذي يعني حفظه الله عز وجل في كتاب المكنون وجعله نورا وهداية لهذه الأمة، سياق الآية كذا، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لكتاب كريم في كتاب، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا مطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث اللي هو إيه؟ القرآن، أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فالسياق كله على إيه؟ على القرآن، على العلم الذي أنزله الله عز وجل على هذه الأمة، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، يعني فيه شرفكم وعزكم ومجدكم وكرامتكم بين الأمم إذا أنتم تمسكتم به. رزق ولا مش رزق؟ أعظم الرزق، أفضل ما أنزل الله عز وجل من أرزاق هذا الكتاب الكريم. فبدل من أن تشكر نعمة هذا العلم وتشكر نعمة هذا الكتاب، يكون حالك أنكم مدهنون وتجعل أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، هنعرف يعني مدهنون دلوقتي تفسير الآية، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني بدلا من شكر هذه النعمة تكذبونها، أي تدعون فيها التكذيب، أن هذا القرآن يعني ليس كلام الله ولم ينزل به وحي على رسول الله أو غير ذلك. هذا كلام. قول ثاني عند المفسرين
أن الآية خاصة في المطر، وتجعلون رزقكم اللي هو الأمطار التي أنزل الله عز وجل من السماء التي بها حياة كل من على الوجود، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فبدل من أن تشكر نعمة الله عز وجل وتشكر المنعم حقيقة بهذا المطر، تكذب وتجعل هذه نعمة لغير الله عز وجل، فتقول مثلا أن هذا من نوع كذا، نوع كذا هو الذي أنزل مطر كذا أو كذا. جميل. وأن هذه الأقوال غير متعارضة، فالآية تحتملها أنها كلها في باب الأرزاق، أرزاق الروح وأرزاق البدن، أرزاق الروح وأرزاق البدن، رزق الروح في كتاب الله عز وجل الذي به حياة الأرواح والأبدان معا، والأبدان في المطر. نعم. وقلنا كلمة تجعلون فعل جعل دوت، هذا الفعل يعني يأتي أحيانا متعدي بمفعول واحد، وأحيانا يأتي متعدي بمفعولين. إن جاء متعديا بمفعولين كان معناه حول وصير، حول الشيء، حوله إلى شيء آخر يعني. ماشي. منه هذه الآية تجعلون رزقكم تكذيبكم أو تكذيبا، لأن أن والفعل المضارع دي تفيد الايه، ان المصدريه اللي هي المصدر المؤول يعني، وكانه يقول وتجعلون رزقكم تكذيبا. خلاص. اما اذا جاءت جعل متعدي مفعول واحد فيها معنى خلق، بمعنى خلق. وهنا يتبين الفرق عند ايه من فهم قول الله تعالى ان جعلناه قرانا عربيا، ففهم الايه دي على ايه، على نحو الخلق، فقال اذا القران مخلوق. نقول لا، الكلام ده غلط، انت ما بتفهم حاجه في اللغه العربيه. لو انت تفهم يعني عربي عموما ما تقعش في الخطا ده، لان هنا جعل بمعنى حول، صيره، صير كلامه عربيا حتى يفهم العرب. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، فلان رسول الله صلى الله عليه وسلم عربي من قوم عرب، قح اقحاء فصحاء، الله جعل هذا الكتاب عربيا. اما جعلت هي بمعنى خلق، تاتي متعديا بمفعول واحد. ماشي. ندي مثال على كل واحدة. قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكون. ماشي. أما ذي متعدية مفعول واحد، أو مثلا والله مثلا قال تعالى الذي جعل لكم الأرض مهدا، والله جعل لكم مما خلق ظلالا، إلى غير ذلك، متعدي مفعولين. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، ودي من آيات قوية جدا في الباب، لأن مش ممكن جعلها يكون معنى إيه؟ خلق. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وهذه متعدية لمفعولين. خلاص. طيب، وهي تنفعكم في إيه؟ في باب الاعتقاد كذا. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني بدلا من أن تشكروا نعمة الله عليكم في إنزاله العلم الذي به حياة أرواحكم وإنزاله المطر الذي به حياة أبدانكم، تكذبون. التكذيب يكون بلسان الحال ولسان المقال. لسان الحال أن تنسب النعمة إلى غير منعمها حقيقة كده صراحة، كان يقول مطلنا بنوء كذا. ماشي. أو بلسان الحال أن يكذب آيات الله عز وجل ويقول لا قرآن ولا وحي ولا رسالة ولا فيه رسول ولا كلام ده خالص. جميل. كما فعل كفار مكة، هذا تكذيب صريح. أو بلسان الحال بقى، مش بلسان المقال، لسان الحال أن يتوجه بقلبه قاصدا غير الله عز وجل، شاكرا نعمة غير المنعم، كأن يجل هذه النجوم ويعظمها تعظيما شديدا جدا، ويعتقد في داخله أنه لولا نوء كذا ما نزل المطر، من شدة تعظيمه وإجلاله لهذه الأنواع. وهذا حاصل عند كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شفت أنت الورقة بتاعت الشيخ أحمد اللي ما إمام الحرم، اللي مفيش ولا واحد بيسك الحرم اسمه الشيخ أحمد، ورقة مشهورة جدا تنزل كل كام سنة كده، وصورها 10 مرات، واللي صورها يحصل له كذا، واللي ما صورهاش هيحصل له كذا وكذا، شيء من هذا القبيل. تجد الناس تمسك هذه الورقة وكأنها يعني بين يديها كنز من الكنوز، وأن بيد هذه الورقة مقاليد الخير كل الخير. وأحيانا
يعني يظن ان الورقة ديت لو وقعت من ايده هيموت ابوه وامه اللي ماتوا من 5 6 سنين قبل كده، بس برضه هيموتوا تاني وبيت هيقع على دماغه ويترفد من الشغل وتحصل له 50 مصيبة. انا مرة مسكت هذه الورقة ومزقتها بين يدي صاحبها الذي جاءني به، اصابه حالة من الهياج لا حول ولا قوة الا بالله. ده اللي بيقول عليه تكذيب الحال. هو مش هيقدر يقول ابدا ان الورقة تنفع على الضر، ولا ينفع عن الله عز وجل نفع الضر، ما يقولش كده بلسانه، لكن هو قلبه حاسس بايه؟ قلبه حاسس بكده، ان هذه الورقه بيدها كل النفع وبيدها دفع كل الضر، وبالتالي انا ممكن تحصل لي مصيبه. تيجي امام واحد من القبوريين وتقول له بلا بدوي بلا تسوقي بلا كلام، يقول لك لا 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 ده 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 قطه جمل. قطه جمل ايه ده انت؟ ولا قطه جمل ولا عنده قطه خالص. قطه جمل ايه؟ هيعمل ايه ده؟ ده محتاج. ده هو أشد الناس حاجة إلى الدعاء. ده راجل أعماله كلها معنى بيها ربنا، سيرته الذاتية مهببة، فمحتاج حد يدعيه دعوة صالحة ربنا يعفو عنه ويغفر له. يمكن ده هو محتاج، يقول لك لا ما تغلطش يا حسين ده قطه جمل. أنا مش فاكر مين فيهم قطه جمل، واحد منهم ما يصوش على حقه يعني. إيه كامل ده؟ إيه تكذيب؟ إيه مقال؟ ده تكذيب حال. ماشي. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. أربع مش مقصود بها الحصر والعد زي إيه ما مر علينا كذا حديث قبل كده، وإن المقصود أن هذه الأربع لا خاصية، إما أنها يعني من كبائر الآثام والذنوب، أو أنها يعني يترتب عليها من العقوبات الشيء كثير الذي يعني لا يقوى عليه عبد المؤمن، أو المؤمن مش هي دي بس التي هي من أمر الجاهلية. ماشي. زي ما قلنا سبع من الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، وإن مش هم مش سبع فقط، ده هم أكثر من ذلك، لكن هذه السبعة أخطرها. أربع في أمتي، وإن الأمة إما أمة رسالة أو أمة إجابة. يعني أمة رسالة سيدي ده هو أمة رسالة، يعني هؤلاء الناس الذين يخاطبوا أو مخاطبون كلهم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومطالبون بتصديق صلى الله عليه وسلم واتباعه. من هم دولت؟ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تخيل تبع العالمين. كل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وسمع بهذه الرسالة وهذا النبي هو من أمة الرسالة، آمن أو لم يؤمن. خلاص. لكن هنا المقصود بها أمة الإجابة اللي هم مين؟ اللي هم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، آمنوا به وصدقوا، المسلمون أو المسلمين، مقصود به المسلمين. هؤلاء هم الذين تحدث فيهم هذه الايه الأمور، أمور الجاهلية. وإلا أمة الرسالة ده بيسجدوا للأوثان والأصنام وبيعبدوا الفيران وبيعبدوا البقر وبيعبدوا النار، دي أمة الرسالة. ما زال هناك نصارى ويهود ومجوس وشيوعيين لا دهريين موجودين، لكن هنا مقصود بهم مين؟ أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هيكون فيهم مثل هذه الأفعال. أربع في أمتي من أمر الجاهلية، وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بما سيحدث مستقبلا، ودي من أمارات إيه؟ النبوة، دلائل النبوة أنه يخبر بغيب وحدث ولا يزال يحدث هذه الأمور. ومن أمر الجاهلية يعني من شؤون الجاهلية. والجاهلية اسم لزمن ما قبل البعث، الجاهلية اسم لزمن ما قبل البعث، وأمر الجاهلية فيه ما هو محمود وفيه ما هو مذموم وفيه ما هو كفر. جميل. إلا أن ما هو محمود فيه الإسلام أقره فأصبح من تعاليم وشعائر الإسلام فلا يوصف به الجاهلين. ذاك النبي يقول لي صلى عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم كلمة الأخلاق. كان فيه جود وما فيه جود؟ فيه جود. كان فيه شهامة وما فيه شهامة؟ فيه مروءة وشهامة. وكان فيه ده العرب دولت ده يعني من فساد الإعلام أن يصور العرب أنهم قوم يعني بربر ويعني غاية في القذارة وغاية في الهمجية، وكان ده صحيح. العرب دولت كان أفاضل الخلق في هذا الزمان لولا الشرك،
لذلك أرسل فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل يعلم أن هؤلاء إن آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم سادوا العالم، وهذا الذي حصل بمجرد أن تحولوا من الكفر إلى الإيمان مع ما فيهم من خصال حميدة، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقوا. فلما كان عمر بن الخطاب في الجاهلية، هو عمر لما أسلم انتفع الناس به، قبل شركه لا شيء. ذلك لما تريد سيرة عمر ما تلاقوش حاجة قبل التاريخ قبل الإسلام. عمر هذا الذي ملأ كتب التاريخ والسير ملوش حاجة قبل الإسلام، تعرفش عنه حاجة، حاجات يسيرة جدا. ليه؟ ملوش ذكر، مع كل الصفات اللي عنده ملوش ذكر. ليه؟ لسه مشرك. لما طهر قلبه بالإيمان ظهر بقى الخصال الكريمة التي عنده، وكذلك عامة العرب يعني الصفات السيئة عندهم ما يمكنش كثيرة. جميل. جميل الصفات والخصال أصبحت من شعائر الإسلام، فلا يوصف بها جاهلية. يعني ما تقدرش تقول مثلا أن الصدق من شأن الجاهلية، ولا الكرم ولا الجود ولا الكلام ده خالص، وهم كانوا كده ماشي. يعني تخيل يقول لك عنت أقول لك سخط النصيف، لا مش هذا. بقول إن بدت لي جارتي، معنى البيت هكذا أذكره، إن بدت لي جارتي غضضت الطرف عنها حتى يواني جارتي مثواها. يعني لما تطلع هي ماشية في الشارع كده وأنا شفتها أعمل إيه؟ أغض الطرف عنها حتى يواري جارتي مثواها، حتى استخبى تدخل بيتها. شوف ده كافر ابن كافرة، وعنده من الأداب والأخلاق اللي يخليه يحافظ على حرمة أهل جيراني، حريم جيرانه. والتاني يقول لك سقط النصيف ولم ترد إسقاطها، فتناولته واتقطنا باليد. النصيف غطى الوش، غطى حطها على راسها ومطري وشها. سقط النصيف وكان الهوى حرك هذا النصيف فأسقطه، ولم ترد إسقاطه، مش هي اللي عايزاه غصب عنها. فتناولته واتقطنا باليد، خبت وشها. دي الجاهلية كافرة، تخيل دي الجاهلية كافرة. لذلك ربنا يقول لك ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، اللي هو إيه؟ قلنا كشف الجيد العنق بس، دي كانت بتعمله أقصى ما تعفله جاهلية، المرأة الجاهلية إنها تكشف رقبتها عشان العقد يبان. يبقى النساء اللي ماشيين النهارده في الشوارع عاريات عاريات، مش كاسيات عاريات، عاريات عاريات، دي بقى فعل جاهليه ولا مش فعل جاهليه؟ في اجهل من كده جاهليه؟ دي جاهليه جهلاء، ولا حول ولا قوه الا بالله. طيب هذه الجاهليه بقى اللي هي من صفات المذمومه عند الجاهليه، فاعلها كافر ولا ما كافرش؟ ما كافرش. ليه ما كافرش؟ لانه لم يفعل كفرا، لكن فعل فعلا مذموما كما يفعله جاهليون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمر الجاهلية، يريد به التنفير والتحقيم شأن هذه الأمور حتى تنفر النفوس الطيبة من هذا الصنيع. لما تعرف أنت عندما أمر الجاهلية، أعوذ بالله، بقى أنا أشابه أبا جهل في هذا الفعل، أنا أشابه أمية بن خلف في هذا الفعل، والله أبدا. يبقى ينفر النفوس الطيبة من أفعال الجاهلية. لا مش معنى كده أنه إيه؟ أنه كافر. لما النبي قال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلي، إنك امرؤ فيك جاهلي، معنى كده أن أبا ذر كافر بالله العظيم؟ طبعا مستحيل يكون هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مقصود أنك فيك راسب من راسب الجاهلية السيئة، لا ينبغي أن تبقيه في نفسك، لابد أن تطهر نفسك منه. ودون ناس كبيرة أول ما قال الكلمة دي انتهت القصة خلاص، حالا هو طهر نفسي، طهر نفسي، يقوم يضع رأسه على الأرض ويذهب إلى من عيره بأمي بسواد أمي يقول إيه؟ ضع رجلك فوق رأسي. تخيل هل دي عملها النهاردة مع رئيسي في العمل، مش مع عبد عنده أو عبد عند غيري؟ شوف أنت الفرق بين الصحابة وبين. طب فعل الجاهلية بقى من الكفر، من الكفريات، هذا بقى الذي يكون صاحبه كافر، لأنه فعل فعلا من كفر الجاهلية، كتعظيم الأوثان والسجود لها أو التقرب لغير الله عز وجل وعباد غير الله، كل هذه من أمور الجاهلية. هنا بقى هنشوف إيه الأربع، هتجد بعضها من معاصي الجاهلية السيئة، وبعضها من كفر الجاهلية. أربع في أمتي من أمن الجاهلية لا يتركونهن. يعني إيه لا يتركونهن؟ يعني الأمة كلها بتفعل هذه المعاصي، ولا في مجموع الأمة هذه المعاصي موجودة؟ في مجموع الأمة هذه المعاصي موجودة ماشي،
يبقى تفهم يعني لا يتركونهن، عشان ما تقولش يبقى ايه ده قدر ربنا بقى لازم نفعل هذه المعاصي، لا طبعا، انما في مجموع الامه موجود هذه الذنوب والمعاصي. منها الفخر بالاحساب، او قال الفخر بالاحساب والطعن في الانساب. وفخر بالاحساب معروف مفهوم، مفهوم يعني فخر بالاحساب انه دايما الناس يعني تتفاخر تتعالى تتكبر، ياخذها العشب والخيلاء بشرف اسماء الاجداد، يقول لك لا انت مش عارف انا من فلان باشا وفلان بيه وانا جدي عمده كفر كذا كفر كذا، يا عم كفر كذا كله ثلاث اربع بيوت قد كده بس اسمه عمده كفر كذا، ففخر بالاحساب جميل. وهذا طبعا يخالف منهج الاسلام الذي سوى بين كل اتباعي، فلا فرق بين عربي ولا اعجمي الا بالتقوى، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، مش احسنكم حسبا ونسبا. مش هاجي اقول لك ايه انت تبقى تقعد قدام مني عشان ابوك فلان باشا، اما فلان بيه اللي ابنه عندنا يقعد الصف الثاني عشان ده باشا وده بيه، والعمده يقعد فين؟ وابن الزبالين ملوش مكان عندنا. لا حول ولا قوة الا بالله، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ابن الزبال ده حافظ كتاب الله عز وجل في كلية الشريعة والقانون، خد 5 سنين وطلع اول على الدفعة بتاعته ودخل عمل ماجستير، وبقى المفروض يطلع احسن وكيل نيابة لانه خاتم كتاب الله عز وجل ويعلم الحلال من الحرام. وابن الباشا ده طالع بمادتين اتنين وداخل براشه 100,000 جنيه، مين اولى من مين بالتقديم؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فالفخر بالاحساب، يقول لك ما دايما كده تيجي تجوز بنت الراجل يقول لك انت ابوك مين وعمك مين وخالك مين والدنيا معاكم ماشيه ازاي؟ يا عم انت مالك انت ومال قوي امي، ما تبص اول انا ايه الاول؟ لا لا مش مشكله، انت انا مهم اصل اصل غلاب، اصل غلاب ايه؟ يعني هو وضدها الطعن في الانساب اللي هو المعايره، الطعن هو التعيير، التعيير، فيعيره انه ابن زبال او ابن زباغ او ابن صاحب مهنه من المهن الايه؟ قليله الشان في المجتمع، المعايره بقى. زي ما ايه؟ ما الافندي ده عمل كده، لك لا ابن الزبال ملوش مهنة. ويأتوا قال مثلا كلام تاني غير ابن الزبال دي، ده مش فاهمين حاجه خالص، الزبالين دولت يعني لهم دور في المجتمع لا تتخيله، لا تتخيله والله. انت مش عارف ان يعني لما اتفقوا مع بعض على اسقاط اعلى قامه اعلى وظيفه في الدوله اسقطوه، قالك مش هنشتغل، يلا كل واحد يطلع نظافه قدام بيته، الدنيا خربت، ولا 100 يوم نفعت ولا 100 شهر نفع ولا حاجه. بص ما عندك شيء، خلينا بس في الدرس جابوا في الجدران، لا لا اصل الله ماشي. المهم وطعنه في الانساب اللي هو التعيير، التعيير بالنسب، انه يقول له يعيره بفقر ابيه او بمهنه ابيه اليسيره، او بان عيلته كلها 2-3 في العزبه وانت تعرفش ان احنا يعني ايه. نعم ذاك لما قال ان شانئك هو الابتر، هو ايه اللي حصل؟ هو قال له انا عندي العيال والاولاد والاسره ممتده، انما انت ما عندكش ولد. فالله جل قال له ده هو المعيب، ان شانئك هو اللي مبطور مش انت المبطور. ليه؟ لان الله جل ابقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال لا اله الا الله وتتبع بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والفخر بالاحساب والطعن بالانساب من معاصي واثام الجاهليه. فان فعلها واحد من امه النبي صلى الله عليه وسلم فقد فعل معصيه. ليس كفرا. والاستسقاء بالانواع، هنا ده اللي هيبقى فيه كلام في الباب، هل ده كفر ولا ما كفرش؟ هل هو كفر؟ ولا لا، وان كان كفر اكبر ولا اصغر على التفصيل اللي ذكرناه. فان كان استسقاء بمعنى طلب المطر من النوء او من النجوم والكواكب كفر اكبر، لانه دعاء واستغاثه بغير الله عز وجل. وان لم يكن طلبا ولكن كان اعتقادا انها مؤثره وفاعله، ماشي، يقول لك طوبى السنه دي يعني عمل احلى شغل، عمل احلى شغل ايه؟ مال طوبى مال المطر؟ امشير جاي شويه حلو علينا قوي. ودي من الاقوال التي يقولها الناس هم مش واخدين بالها انها من اغلظ العبارات واخطرها.
لأن طوبة ليس مؤثر، شهر طوبة هي أثر في طوبة بيد وين ولا ولا غير وأمشيل أو غير. الله جل لما يعني ذكر نعمته في مدر قال فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فالمطر من آثار رحمة الله عز وجل، لا صار شهر كذا ولا نوء كذا ولا كذا. نعم. فالإسقاء بالنجوم إن كان طلبا صريحا كفر، إن كان اعتقادا أنها مؤثرة وفاعلة كفر، إن كان اعتقادا بأن هذه الأمطار فضل الله ورحمته إلا أنها سبب يبقى شرك أظهر. طب جماعة بتوع بقى طوبة عمل وأمشير عمل دول حكمهم إيه؟ ده جاهل مش فاهم حاجة، هو لا يقصد هذا المعنى. احنا بنتكلم على واحد اعتقد أنها مؤثرة، وإلا لو سألته أنت هو طوبة بينزل هو طوبة ينزل زي يعني هو طوبة بينزل حاجة، أنا مقصودش كده طبعا، المعنى ده مقصودوش. والاستسقاء بالنجوم والنياحة. قال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. والنائحة دي التي كشفت ما ينبغي أن تغطيه. هي كشفت إيه؟ هي لابد أن تغطي مصيبتها بالصبر، فكشفت عن مصيبتها بالنياحة. ماشي؟ هي لما أصيبت في حبيب لها والد أو ولد أو زوج، ماشي، هذه مصيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة تنوح على ولدها فأمرها بالصبر، قالت إليك عني أنك لا تدري بأي شيء أصبت أو لا تدري ما الذي أصبت به. فلما علمت أنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه وقالت أصبر، قال إنما الصبر عند المصيبة الأولى، أو عند المصيبة الأولى هنا الصبر. ليه؟ لأنها تغطي التسخط والجزع من مقادير الله عز وجل بصبرها على مصيبتها. فلما لم تغطي هذا الغطاء وكشفت ما ألم بها بنياحتها على فقيدها كان الجزاء من جنس العمل، غطت يوم القيامة بسربال من قطران وزرع من جرب، وجزاء من جنس العمل. ماشي كلام؟ النياحة أن تظهر سخطها وجزعها بصراخ وصوت، يعني مش مسألة بكاء، لا، البكاء الأمر يعني يغلب على النفس خصوصا مع رقة القلب، يكون فيه رحمة وشفقة في القلب يغلب على الإنسان أن تلمع عينه، وهذا ليس فيه جزع ولا سخط، لأن العبرة في إظهار السخط أو الجزع، أما الألم فلا، وهكذا ذكرناه قبل كده. ماشي؟ فالنائحة تظهر هذا الجزع والسخط بالصراخ والعويل، ويزداد أمر النياحة إن كان مع الندب، إن كان معه ندب. الندب ده حاجة تانية بقى، لأنها تقعد تعدد مفاخر فقيدها. ماشي؟ تعدد مفاخر فقيدها، واحيانا يعني تظلم الاقوال ما فيه شيء من الكفر بالله العظيم. كان تقول من لنا بعدك يا فلان، وكان لك من هو موجود، من كان لك هو موجود، علمناك اكالا ولست رزاقا، بل ان كثير من الناس يموت فالله جل يمن على اهله بالرزق والسعه، يكون هو عايش مصدر ضيق وفقر لهم. علمناك اكالا ولست رزاقا، من كان لك قبل ان يموت؟ الله عز وجل. فمثل هذا يعني جزع كثير ما يعني يكون معه أقوال يعني تخرج الإنسان من الملة إن قصد معناها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه معاصي تضاف إليها، النياحة فقط إظهار الجزع بصوت وصراخ فقط، إنه ينوح من نوح الحمام اللي هو الصوت. تخيل أنت بقى كل ده وراها الندب وشق الجيوب ورطم الخدود وتقطيع الشعر وتمريغ الوجه في التراب، كل الكلام ده ولا حول ولا قوة إلا بالله من أمر الجاهلية. مش وقت خالص، احنا في نص الكتاب، المفروض النهارده خلاص الكتاب ده كله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا لم تتب هذه النائحة
وماتت وهي على حالها لم تمت لم تتب من فعلتها تقام يوم القيامة عليها ثوب سابغ، ثوب سابغ مغطي جسمها كله من قطران، قطران هو عزكم الله الزفت بلك الأسود ماشي، ودرع من جرب يعني مغطى بالكامل بالجرب والقطران، والجرب لوحده يعني مصيبة في البدن عياذا بالله. وتزداد هذه المصيبة وتزداد شدة الألم إذا مسه هذا القطران، وهذا عقوبة لها وجزاء من جنس عمل كما ذكرنا. ولهما عن زيد بن خالد، لهم يعني مين؟ بخاري ومسلم. عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف يعني انصرف من صلاته التفت يعني أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب أو بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. صلى لنا رسول الله أي صلى بنا، اللام هنا يعني حروف الجر يعمل بعضها عمل بعض، وقيل يعني صلى لأجلنا يعني من أجل إمامتنا، وقيل صلى لنا أن صلاة الإمام صلاة له وللمأموم، وصلاة المأموم له وحده، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم اغفر المؤذنين وأرشد الأئمة. شوف أنت بقى لما تكون حريصا على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تعمل إيه؟ تأذن ولا صلي إمام؟ تأذن، دعوة مضمونة إيه؟ إنما أرشد الأئمة يعني مضمونة أيضا، بس حتى الآن برضو ما ضمنش المغفرة، أرشده من الصواب في الصلاة وفي الأحكام وفي القبول أيضا. نعم. فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صلى بنا صلاة الصبح بالحديبية، يعني يوم صلح الحديبية لما كان في الحديبية، والحديبية بالتخفيف والحديبية بالتجديد قولان صحيحان، وده مكان فيه بئر يسمى بالحديبية، يعني العرب كانت تسمي الأماكن بأسماء الأبار التي بها، لأن الماء هو عنصر الحياة عندهم عند كل الناس، عنصر الحياة، لكن يعني يظهر عظيم شأن الماء في الصحاري. أنت أنا مش حاسب النعمة اللي تعيش فيها، ماسك خطوط طول النهار وعمال ترش بره، مية بفوسفات مفيش مشاكل، مية من غير فوسفات مفيش مشاكل، عمال ترش وخلاص. إنما العرب لأ، فكانوا يسموا الأراضي بإيه؟ بأسماء الأبار، هذا بئر مكان بدر عشان فيه بئر بدر، وهذا مكان الحديبية عشان به بئر الحديبية. فيوم صلح الحديبية صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وانصرف، التفت إليهم على إثر سماء كانت من الليل. إثر سماء يعني إثر مطر سقط من السماء، نزل من السماء، مجاز مرسل، علاقته الايه السببين، او علاقته ايه من الجامعة الطوالة بيعرفوا الكلام ده، انا اظن السببين يعني سببين، حد عارف؟ وفي علاقة كلية وجزئية، السبب يعني السماء سبب نزول المطر ماشي، دي مجاز مرسل يعني على إثر مطر نزل من السماء كانت من الليل، يبقى المطر نزل امتى؟ بالليل. فلما انصرف أقبل على الناس، التفت إليهم صلى الله عليه وسلم، انصرف من الصلاة أقبل عليهم فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ وانت أول ما تسمع يعني شوف انت كلام النبي صلى الله عليه وسلم يجعل القلوب تنخلع والأذهان تنتبه. هل تدرون، والسؤال دايما في هذا يعني وسيلة الجذب هذه، لكن لما يقول ماذا قال ربكم ده بقى اللي فيه خلق القلب، انت استشعر قرب الله عز وجل منك، وان ده كلام ربك انت، تستشعر بعلاقتك وصلتك بالله عز وجل. يعني شوف الفرق الكبير جدا لما اقول هل تدرون ماذا قال الرب سبحانه وبحمده، كما تقول النصارى دائما يقول الرب الرب الرب، شوف انت نفسك قال ماذا قال ربكم، ربكم يستشعرك بعلاقتك بالله عز وجل.
فطبعا القلوب تشرئب لسماع كلام الله عز وجل. طب وماذا قال ربنا؟ ما كتاب الله عز وجل بين أيدينا ليل نهار. لو تعاملنا مع هذا الكتاب بهذا المبدأ أنه كلامه ربنا، هذا كلام ربنا، لابد أن ننتبه ونعطيه الاهتمام اللائق بكلام الله عز وجل. قال هل تظن ماذا قال ربكم؟ أدب الصحابة المعروف طبعا والمعروف في كل المواقف الزاديات، قال الله ورسوله أعلم. مش هنتكلم في حاجة ما لناش فيه. طبعا هذا السؤال لو سئل على 90 مليون مصري، لا 90 مليون مصري قالوا ايه احنا عارفين كل حاجة، مفيش فرق عندنا حاجة خالص يعني. اخر حصة بقى عمين ندردش مع بعض ونضحك يعني. طيب قالوا الله ورسوله اعلم، قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. هذه الليلة انقسم الناس فيها الى صنفين، مؤمن وكافر. فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي. ليه؟ نسب الفضل لصاحب الفضل سبحانه وبحمده، كافر بالكوكب. واما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. الباء هنا بقى سببيه، يعني مطرنا بسبب نوء كذا وكذا. جميل. وبالتالي هيبقى هذه السببيه على نحو الذي سبق ذكره، انه ان كان يعني ان كان يعتقد ان النوء سبب ايجاد كفر. ماشي، كفر اكبر يعني. سبب ايجاد هو الذي اوجد، هو الفاعل، هو المؤثر يعني. اما ان كان يعتقد انه ليس هو سبب الايجاد لكن هو من ضمن اسباب هو له علاقه، شرك اصغر. ده كان ذكرناه. فنسبة المطر إلى النوء تكون على هذه الأحوال الثلاثة، إما أنها نسبة إيجاد، نسبة إيجاد أو نسبة سبب أو نسبة وقت. هذه الثالثة بقى نسبة وقت. يعني نسبة وقت؟ يعني هو عايز يقول أن المطر نزل في وقت كذا. ماشي، وقلنا ده أمر طبيعي معلوم في أماكن، كل مكان يعلم ظروفه الجوية أن المطر ينزل سنويا في عام في شهر كذا، في شهر كذا. زي كده معروف إن عندنا في شهر رطوبة بينزل المطر مرة أو مرتين على الأقل، صحيح؟ وفي شهر أمشير بينزل طل أو غيث خفيف، رذاذ خفيف مع رياح شديدة، ده معروف. فلو قلنا نزل المطر في نوء كذا يجوز ولا لا يجوز؟ في مش بي، ده كلام العلماء. يقول لك ولو قال مطرنا في نوء كذا هذا امر ليس فيه شيء، لان هذه نسبه وقت وهذا امر معلوم، ما فيش فيه اشكال خالص. يبقى جائز في هذا الكلام ان يقول مطرنا في نوء كذا او في شهر كذا. جميل. اما بالباء هكذا، الباء هذه تحتمل اما نسبه الايجاد او نسبه الايه السبب. ولهما من حديث ابن عباس معنى، يعني معنى السابق. وفيه قال بعضهم سبب القصه بقى، لقد صدق نوء كذا وكذا. هذا الحديث رواه مسلم وليس عند البخاري، وله هو قال ولهما من حديث ابن عباس، وصحيح انه من روايه مسلم فقط وليس من روايه البخاري رحمه الله. قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، وده يبين لك ان بعض الصحابه وكانه كان يعني له حديث عهد بكفر او جاهليه، ما زال متاثر ببعض رواسب هذه الجاهليه، كما قالوا في الحديث الاخر اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. فقال الله اكبر انها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى بن عمران، اجعل لنا الها كما لهم الهه. مين اللي قال كده؟ ابو بكر وعمر او جيلهما؟ لا طبعا، دول ناس حديث عهد الاسلام، لسه قريب عهد بالجاهليه، قريب عهد بالجاهليه، فالمساله عندهم مش منضبطه لسه. فوارد ان يكون فيه حاجات زي كده تحصل ممن انتسب لدين الاسلام، وبالتالي ساعتها نعمل ايه؟ نقطع رقابهم على طول. النبي ما عملش كده، النبي علمهم.
قال ايه الله اكبر انها السنه. ده كلام خطير انتوا بتقولوا ده. وهنا قال لهم ماذا قال اتدرون ماذا قال ربكم اصبح به مؤمن وكافر. فعلمهم ولم يؤنبهم او يعاقبهم. يبقى انت فاهم انت بتتعامل مع الناس ازاي. فهذا قال لقد صدق نوء كذا وكذا ماشي. وكانه جعل ايه؟ جعل هذا النوء هو الذي امطر، هو الذي انزل المطر، او هو سبب نزوله على الاقل. لذلك جاءت الرواية فأنزل الله تبارك أسماؤه فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلا أقسم، الله هنا فيها ثلاث أقوال، قيل هي نافية لا النفي ولكن نافية المحذوف يقدر يعني، يعني فلا صحة لزعمكم أن القرآن كذب. والدليل على ذلك أقسم بمواقع النجوم. ماشي. أو إن النفي للقسم، فهو هنا ينفي القسم يعني لا أو لن أقسم بمواقع النجوم. ليه؟ لأن القول حق أبلج لا يحتاج إلى القسم. خلاص هذا قول ثاني، أي أنا هذا الكلام لا يحتاج إلى أن أقسم عليه أن هذا الكتاب العظيم قرآن كريم في لوح في كتاب مكنون وفي لوح محفوظ إلى غير ذلك من هذه المعاني. ماشي. او انها للتنبيه، قيل انها ايضا للتنبيه. يعني ايه للتنبيه؟ يعني فلا انتبه، لا هذا كلام خطا انتبه. ماشي. وعين اقسم بمواقع النجوم. واحد يقول طب هو ربنا سبحانه وبحمده يحتاج ان يقسم؟ تقول لا، في فرق بين يحتاج، الرجل ليس في حاجه الى شيء، لكن الكلام له معاني. لو اولا هذا الكلام يخاطب به الكفار فهم يحتاجون الى مؤكدات، ومؤكدات عند العرب اساليب منها القسم، وهذا القسم يزيد المؤمن ايمانا ويقينا. مش قال ربي ارني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى، لا مؤمن طبعا، بلى مؤمن، ولكن يطمئن قلبي. فانتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، تثبت حجتي ويقوى إيماني ويرسخ. فالقسم ينفع المؤمن في ذلك. وعين القسم فيه علل وحكم أخرى، منها إظهار عظمة المقسم عليه، إظهار عظمة المقسم عليه هو القرآن الكريم، أنه يقسم عليه بعظائم خلق الله عز وجل. والله جل له يعني يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فيقسم بالعظيم من خلقه. وأيضا من فوائد القسم أنه يظهر عظمة المقسم به، يظهر عظمة المقسم به. فدي كلها فوائد في القسم. بتقولش هو ربنا أقسم ليه؟ أقسم لهذه فوائد كثيرة، منها أولا يظهر بلاغة القرآن، هذا القرآن بليغ. فهذه كلها فوائد القسم. ومواقع النجوم أي منازل هذه النجوم. وقيل لا مش منازل النجوم، انما مواقع النجوم هنا يعني يقصد بيها مواقع تنزيل القرآن او اوقات تنزيل القرآن، لان القرآن نزل منجما، يعني منجما مفرقا. وايضا له علاقة بالسياق، له علاقة بالسياق. وانه لقسم لو تعلمون عظيم، عظيم ليه؟ لعظمة المقسم به، وعظم أولا لعظمة من أقسم سبحانه وبحمده، قسم عظيم طبعا لعظمة من أقسم. مش عارف يشيب كتير موزي كثير الشكوى، يعني متعودين على كده. الله المستعان. طيب
يبقى وإنه لقسم له تعلمون عظيم. لماذا عظيم؟ لعظمة من أقسم سبحانه وبحمده، ولعظمة من أقسم لما أقسم عليه هو القرآن الكريم، ولعظمة الذي أقسم به اللي هي مواقع النجوم، ولعظمة من نزل عليه هذا القسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قسم عظيم الله. نعم. إنه لقرآن كريم، إن للتوكيد واللام للتوكيد ماشي، وقرآن مصدر قرأ كما يقول بعض العلماء، وصفه أنه كريم، في كتاب مكنون، وهذا كتاب هو اللوح المحفوظ، لذلك لا يمسوه إلا مطهرون. عايد عليه اللوح المحفوظ مش القرآن، مش القرآن. ومطهرون هنا مين؟ من وقع عليهم التطهير، مش من تطهروا. لذلك لما وصف الله المؤمن قال إن الله يحب التوابين ويحب مين؟ وكان مولانا أنت قول انت ان الله يحبه، هسألك كتير عشان تصصع معي. ها ايه اسمع، ان الله يحب ويحب المتطهرين، المتطهرين ما يعيش ويحب المتطهرين، لان المطهرون دول يتوقع عليهم التطهير. مين هم يتوقع عليهم التطهير؟ الملائكة المقربون، ده مش فعلهم هم، ده فعل الله بهم. اما المتطهرين فعلهم بانفسهم، فهنا المقصود لا يمسوه الا مطهرون مين؟ الملائكة المقربة أو المقربون يعني. وهذا لا يكون إلا فين؟ في اللوح المحفوظ. ابن القيم له عشر أدلة، عشر أدلة في هذه الآية تثبت أن هذه الآية مقصود بها إيه؟ الملائكة. وكتاب مكنون هو اللوح المحفوظ، تنزيل من رب العالمين، وهذا في إثبات أن القرآن كلام الله نزل من عنده، وفي إثبات صفة العلو، علو الله عز وجل على خلقه، وأن هذا القرآن نزل للعالمين، تنزيل من رب العالمين ماش رب المؤمنين، يعني ده مش نازل للمسلمين بس، رب العالمين، فكل العالمين، كل العالمين مطالبين أن يؤمنوا بهذا الكتاب. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ يعني بعد كل هذه النعم ويأتيك هذا الكتاب أنت مدهن خائف تستخفي بهذا الكتاب؟ فأنتم مدهنون، يعني أنتم تخافون من غيركم محاباة له أو مجاملة له فتستخفي بهذا الكتاب، وهذا لا ينبغي على المؤمن الذي أعطاه الله عز وجل هذا الكتاب. يعني إيه لا ينبغي؟ لابد أن يستعلي بكتاب الله عز وجل، وأن يأمر به، وينهى عما يخالفه. نعم. فيصدع بالحق ويصرح بكتاب الله عز وجل، ويتباهى بأنه يعني من حملة هذا الكتاب ومن أتباع هذا الكتاب، مش زي الناس يقول لك لا أنا مشيش المصحف في جيبي. ليه يا مولانا؟ يقول لك مش المصحف في جيبي، يعني أنت كده لك اتجاه معين. مين قال كده؟ ده كتاب الله عز وجل للعالمين ماشي. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. يعني يتغنى بالقرآن المعنى الظاهر فيها يعني يحسن صوته كما تقول، إنما يتغنى يعني يطلب به الغنى، أي يستغني بكتاب الله عز وجل عن كل شيء ليس منه. وكتاب الله فيه غنية وفيه ثواب عز وشرف وتمكين وكرامة، واللي يتمسك بهذا الكتاب يطلب فيه صلاح الدنيا وفلاح الآخرة. فيكون الذي هذا الكتاب الذي هذا شأنه كله أنتم به مدينون، تستخفي به، خايف أما تجامل غيرك تقول أخبي المصحف، ما اطلع عم حافظ آيتين واطلع بس واحد في الجيش مثلا، يعني مش عارف صلي يقول لك أنا مش حافظ عن كتاب الله، خايف يطلع يصلي بآيتين يعرف إن هو بيحفظ القرآن مثلا، يعني أو في مدن الجامعية أو ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وصدق الكلام على هذه الآية. قال وفيه مسائل، الأولى تفسير آية الواقعة دي وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، وقلنا أن منها ثلاثة من ذنوب الكبائر أو كبائر المعاصي، وواحدة كفر على التفصيل ذكرناه. الثالثة ذكر الكفر في بعضها اللي هو الاستسقاء بالنجوم. الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة
اللي هو ايه الشرك الاصغر اللي هو اعتقاد ان هذه الانواع سبب في نزول امطار. الخامسة قوله اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة اي افتراق الناس في ذلك. والتفطن للايمان في هذا الموضع اللي هو نسبة المطر الى رحمة الله عز وجل وفضله او فضل الله ورحمته وده فعل المؤمنين. والتفطن للكفر في الموضع نفسه اللي هو ايه نسبة المطر الى الانواع مطرنا بنوع كذا وكذا. التاسع اخراج العالم للتعليم المسألة بالاستفهام عنها لقوله اتدرون ماذا قال ربكم. وقلنا ان فيها يعني فيها نوعين اثنين من وسائل التعليمية العالية منها توجيه المعلومة بطريقة صياغة السؤال انه يصوغ سؤالا في الاول وربط القلوب بالخالق سبحانه وبحمده ماذا قال ربكم فيتعلق القلب بكلام ربه. العاشرة وعيد النائحة والنائحة طبعا هي لا يكون مثل هذا الا في النساء لضعف قلوبهن وقلة او نقص عقلهن يعني. وبهذا يكون انتهى هذا الباب. معنا بقى من اول باب الثلاثين الى باب السادس والثلاثين هذه بعض عبادات ايضا لا ينبغي ان تصف غير الله عز وجل الا انها عبادات قلوب عبادات قلوب والكلام فيها يعني كلام اقرب لكلام في الرقائق منها الى العقيدة وهو كله كلام مهم.